البنات كما كتشوفوا بغيتو الكلاص ديال التين الشوكي، كما كتشوفوا كيجي رائع البنات وكيجي لذيذ وخفيف. خليكم معايا مع الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير ديالو. سلام البنات، اليوم جيتكم فيديو جديده ان شاء الله، راكم لي كلاصو ولكن لي كلاص شي حاجه عاوتاني جديده وواحد لوغو جديد. كنتمنى البنات تجربوه ويعجبكم. بالنسبه للغسيط ما كاينش هنا الغسيط بزاف، والله القسم الا يجي واعر. بالنسبه شنو غادي نحتاجو؟ نصف لتر ديال الحليب، ساشي ديال بودره شونتي، كاس ديال الياغورت، شويه نتاع الفاني لكم الاختيار، انا لا داعي ما غاديش نديرها. بالنسبه للسكر ما غاديش ندير لان غادي نكتفي غير بالحلاوه ديال الكريم شونتي. بالنسبه للبنات هنايا راكم شفتوا عندي هنايا الفاكهه ديال كنقولوا لها الهنديه، مهم التين شوكي، كل واحد وشنو كيلقبها. اوكي مهم، انا خليت لكم وحده هنا كنستعمل فيها البنات، غادي تشوفوا معايا مزيان. هانتوا شتيوها كنخليها هكا، شتي بحال كونفيتور، كتجي رائعه، كتجي خطيره في لي كلاص. المهم ما كنخش عليكم، دائما كنجرب شي حاجه جديده وكطلع ليا تنقول لكم شنو ديروا معايا. طريقه الخدمه البنات هنا شويه كاين شويه ديال الخدمه، كاين شويه التقنيات، ماشي بحال لي كلاصو العاديين. غادي نخدموا لي كلاصو اه، ولكن هنا ما نكونوا غادي نخدموهم غادي نبقى تشوفوا معايا الطريقه. البنات خليكم معايا. البنات ها نتوما شويه لي كلاصو هكا، غادي نخلي مازال غادي نزيد نطربو شويه، غادي نهضر معكم في هاد النقطه هادي. بالنسبه للياغورت انا ما غاديش نضيفو هكا، ولكن بالنسبه للاخوات خليكم ديروا هكا، غديروا هاد الطريقه هادي اللي غادي ندير معك. غادي ديروا غير نصف الكميه في الخليط والنصف الاخر من بعد غادي تشوفوا الشكل ديالو. اوكي ويمكن لكم تضيفوه كله، تنسموه كله، انا ما بغيتوش يجي من السم بالياغورت. صافي البنات، المهم غادي نحاول ندير معكم النص ولا غير نص معلقه هكا هكا صافي. يلا كنتمنى الفكره تكون وصلت. دابا غادي نطرب، غتبقاو معايا فلوغات. البنات المهم غادي تختاروا اي حاجه، المهم انا جيتكم تاخذوا لي بواط بحال هادي ولا المهم لي بواط وحده اخرى لكم الاختيار. ضروري لي كلاصو كنديرهم في لي بواط. اوكي غادي نجيو هنا لا في الاختيار الاول هو هذا، الثاني تخلطوا كل شيء معاه، انا لا داعي غادي نجي وندير هكا. هادي بنه وفي نفس الوقت كتعطينا واحد الزواق. هانتوما صافي وغادي نضيف، هانتوما شتي كي كيكون عاقد هكا، خصو ينجح ليكم هكا، يجي كيجي رائع البنات. المهم غادي ندير هكا، باش كنخرج ديك الهواء منه ضروري.
هانتوما البنات شتيو تقول دايرين فيه كراميل، ولكن هو ماشي كراميل صافي. ممكن نحاولوا نديروا شي حاجه زوينه وصافي وفي نفس الوقت سحريه صافي. هنايا عندنا الدور ديال كنجيو لهنا هكا البنات شتي كيجي بحال كونفيتور ديال المشمش، هو ماشي كونفيتور هكا هكا صافي. ممكن نتمنى الفكره تكون وصلت وبغيتو الجديد انا طبقت لكم الجديد. من بعد ما كنسالي هكا كناخذ ديك نصف ديال الياغورت اي نكهه، ولكن انا جربت النكهات بزاف ولكن جاني النكهه ديالت الفاني كيواتينا تنشوكي صافي. غندير هكا. وبالنسبه للبنات نسيت ما قلت لكش بالنسبه للدانون ضروري تشوفوا لاداد ضروري كنعاود ناكدها، لان كاين لي غلاسو اللي كيبقاو حتى الان سومين دو سومين، يعني على حسب واش كتصيبهم كتاكلوهم سور بلاص ولا كيبقى في الكونجيلاتور. المهم هاد الطريقه هادي ستعطينا واحد لوكو خطير عاوتاني حسن ملي تي يتخلط معاه صافي. تندير هكا هكا البنات، راه ما بخلت عليكم حتى بشي حاجه خليتها لكم كما ينبغي. عاوتاني كنضيف هكا صافي البنات كما كتشوفوا معايا. المهم دابا غادي نديرو من 3 حتى 4 ساعات وان شاء الله مين يجي تشوفوه معايا في الشكل النهائي. البنات خليكم معايا. البنات لي غلاسو ديالنا ديال التين شوكي هو وجد فوكي كيجي البنات كيجي رائع كيجي خطير. بالنسبه للتزيين يعني درت لكم سامبل، هو راه مزيان راسو راسو اوكي البنات. وزدت عليه هنا شويه ديال التين شوكي من الفوق كتزين باش تعرفوا بان مصوب التين شوكي. تيخو بيا البنات كيجي رائع، كنتمنى ان شاء الله تجربوا في هذا الصاد ويعجبكم وتبارطاجيو الفيديو باش يعمل فائده ان شاء الله للجميع كما جرت العادة. البنات دائما الجديد. البنات مع السلامة وفيديو آخر إن شاء الله.